يعطيكم الصحة كلمة باند، مرحبا بكم في شو كيفاش. توا بدأت السهرية على قناة الزيتونة، سهرية فيها برشا برشا موزيكا. اليوم مش نستقبلوا برشا فنانين محبوبين في تونس، باش يكون معنا بعد كنجم من نجوم وقيدوم الفن الشعبي في تونس. كذلك باش نحكيوا على الفن الصوفي، فن الحضرة والعزوزية وما أدراك ما العزوزية. وكذلك باش نحكيوا اليوم على الفن والتمثيل. لكن يعطيكم الصحة كلمة باند، ناش كان شفتوش المره اللي فاتت في الاوليله قداش ضربت اللي عزفت انا. لا بالحق ما فنان عظيم، واليوم باش يكون اثبات الذات في الغنايه المواليه. ما كل يوم كل مره نعزف حويجه، المره هذه راهو ديما انها وندا حاجه خفيف. معايا معنا واحد جديد، شنو اسمه سا؟ ثم حويجه حاضره؟ اي بابا تفضل. اي نعم باش نجرب راهو. ها او سي نور الدين تفرج شويه يعطيني رايك من بعد. قولي نعرف ولا ما نعرف الشاي. نبداو، اعطيني نهاوند دو. سمعت نهاوند دو؟ المرة هذيا سي نور الدين شقولك؟ نعدي روحي، يعطيك الصحة أيمن. صديقي. ميرسي بوكو. مرحبا مرة أخرى، مرحبا بكم، إن شاء الله عجبكم العزف المتواضع اللي عزفته. وضيفنا الأولاني من أحسن الأصوات التونسية، يطبع مليح بالتونسي، كي نقولوا جو التونسي، جو الحضرة، جو العزوزية، نقولوا محمد فريد ولد العزوزية، مرحبا. أنا مسكني جبل زغوان مشرف ومرقب وعالي عالي، أنا مسكني جبل زغوان مشرف ومرقب وعالي عالي. أنا الأنذير واد مليان إذا حمل في ليالي، بابا علي عزوز الله يا رجالة، بابا علي عزوز يا بابا الله يا على جبل زغوان يا بابا والله ركزوا علامه، على جبل زغوان يا بابا والله ركزوا علامه. ودخل الحضرة يا بابا والشمامة الكبرى
الكوك دخل الحضرة يا بابا وشمع مركوك دخل الحضرة يا بابا وشمع مركوك شوش الحضرة يا بابا سيدي علي عزوك شوش الحضرة يا بابا سيدي علي عزوك وصلي وعلى نبينا وصلي وعلى نبينا ومحمد يشفع فينا ومحمد يشفع فينا أبا علي عزوز الله يعلي قدره أبا علي عزوز يا بابا الله يعلي قدره أبا علي عزوز الله يعلي قدره على رجال زغوان يا بابا على جميع الفقراء على رجال زغوان يا بابا على جميع الفقراء ويا حليلي داويني يا الله سيد العرب سيد الفرسان الله يا بابا بابا علي مولى زغوان الله يا بابا شيخ العلم والقران الله يا بابا هيا رجالي للحضرة الله يا بابا هيا سكوني الخضراء الله يا بابا اه يا بابا اه يا بابا يعطيك الصحة محمد فريد العزية مرحبا منورنا يعطيكم الصحة كلمة بان تحية المحمد بن رابح في البنزير اللي كان موجود معاك اخويا عشيرك ديما موجود معاك فين اخويا فين تمشي يكون موجود اخويا تبارك الله عليه الاولاد الكل تبارك الله عليهم فرقتي بالمناسبة نحييهم الكل ما شاء الله عليهم ولادك الكل اخواتي واولادي ولاد حبنتي هذوكم نجاح سر النجاح هما معناها محمد معناها الابن المدلل وانت المسؤول عليهم هكا اخويا ان شاء الله ربي يلم شمنا ان شاء الله ديما ملمومين في الخير حكيت هما اولادك وحكينا على الفرق في الكونفينمون الفرق والامور تعبت شويه عند برشا عازفين وعند برشا فرق كيفاش تصرفت في الفتره والله من قبل الكونفينمون هكا يعرفوهم صاحب واجب ما عنديش مزيه اخواتي خبيش تربينا انا كنت جيت تشوفها الجروب نتاعي الدار باش نبدا تربينا مع الوالد وكبرنا لين خذيت انا عليه المشعل الله يرحمه تجاوزت المساله بالفتره الصعبه هذيا الحمد لله بسهوله الحمد ترجع العروض توا ثم شويه عروض ان شاء الله باش ترجع قالوا ان شاء الله ان شاء الله قالوا عندك كالكودات كمام في العروض معناها مهرجانات عروض ثم المهرجانات ما رجعت ثم مش كارتاج حماتها ثم الاخرى اللي فيكس معناها وفما باش تخدموا حاليا هو لي سواري بريفي معناها الحفلات الخاصه بالنسبه للمهرجانات والعروض قالوا وان شاء الله نتمنى قالوا 100% ان شاء الله نتمنى ولينا شرف باش نخدموا ندوروا الولايات الداخليه زاد خلينا نشوفوا فرصه انه فلوسنا تقعد في تونس ان شاء الله يا اخوي خلينا نخلصوا بالدينار يزينا بالدولار حكايه هالديفيز هذايا اللي خارجه من تونس قال مرحبا باش نحكي لك منورنا الحمد لله واخيرا جيت بحذانا والله يا اخويا انا شرفني نكون موجود معك اليوم وشرف لي مرحبا شرف لي وي عايش خويا انا شرف لي ان يكون يحاورني معناها منشط من الكاليبر كبير شوي لا والله لا والله 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 تبارك الله على خويا والله ما شاء الله عليك عندي سنة وانا من قبل خويا ماكش جديد معناها في الدومين ما شاء الله انا شرفني قبل كلمت الله غالب يا خويا شويه معناها خدمه واحد توا يا خويا فضيت لك روحي مرحبا يعيش مرحبا يعيش في الموال اللي عملته قلت مسكني جبل زغوان اي نسكن في زغوان حدودك زغوان في الفن والموسيقى لا هذيك تراثي اللي تربيت به ومرجع النظر ونسبة للولي صالح العزوزية اسمها العزوزية نسبة للولي صالح سيد علي عزوز وسيد علي عزوز منه لجبل زغوان كي يقول أنا مسكني جبل زغوان مشرف ومرقب وعالي أما ولد العزوزية تقول العزوزية يربطك بنمط موسيقي معين نمط صوفي ونمط معناها تراث زغوان اللي أنا يشرفني أني نزيد أن نتعمق ونمشي لأن نحب نعرف خاطر فما غناء برشا معروف على العيساوية والقدرية والسلمية والعزوزية الطرق الصوفية بالضبط هذم هم يقول في تونس الطريقة العزوزية من أشهر الطرق في تونس اليوم كما طريق القدرية المدنية وغيره السلمية والله سلمة أنت مش تعرف بها الحمد لله احنا دو نخدموا العزوزية تعرفت هي رأي العزوزية قديمة والفرق اللي سميتهم كله تحية لهم كل قدم أما أنت واللي يزمك تبرز
باش تعرف تراث، تراث معناها ولايتك اللي هو كله يرجع، يرجع تراث قبل، قبل ما تجي الحضرة وغيره، قبل ما هالفن هذا يصبح في تونس في المراتب الأولى. كل شيء نسميه سلامي قبل، أي نمط، أي نمط سلامية بتاع الغناء الصوفي هذا يتسمى سلامية، سلامية حضرة. الحضرة هي من بعديك اللي حلت الطريق شوية، باش عرفنا شوية شوية الطرق. شي دفر اللي تعملت عام 90 شي دفر تبنيوا عليها اليوم في اعمالكم؟ بيان سي. شكون انا هو مثلا العرض اللي تعمله، انا هي الحفله الخاصه اللي تعملها، وما يطلبش منك باش تغني له اغنيه اللي تغنى عام 90 في الحضره. شادلي بالحسن، فارس بغداد، محمد يجد الحسني، مك سلطان، شيخي محمد، معناها هذوما اغنى البيجي، رئيس الابحار، رئيس الابحار، معناها هذوما معناها حاجات كبرنا معاهم بالحضره. الحضره اللي عندك انت ولا في مشروعك الفني اللي تخدمه ماهيش المرجع، يعني المرجع انك تراثي رشيرش بالطبيعه، يزمك الرشيرش وتحافظ عليه وتوزعه توزيع به. معناها ديك تلقى تو حاجه عندنا في زغوان مثلا تراثنا وغنانا القديم اللي كاتبينه مشايخ الله يرحمهم، معناها الشيخ البشير البواب والشيخ عمرو البواب والشيخ رشيد عباس والشيخ جيلاني ملاف والشيخ فريد الله يرحمه والدي، والناس اللي مازال تو هذوك مخليو تاريخ. هذاك انت تنجم تعمل بيبينير كما توا، خاطر الاولاد توا كبرت الناس كل تعمل بيبينير وتوصل لها شيء هذاك وتزيد تهذبه، اما ما لازمكش معناها تخليه كما هو، اما تهذبه. صاروا زاد نوع من المشاريع كما حضرة العزوزيه ولا غيره، من يقول لك لا اغني على اولياء الصالحين، يقول لك نغني في مدح الرسول او نغني قصائد لا اغني على الاولياء الصالحين. شو معناها النقطه هذه؟ شو معناها؟ معناها كي مثلا مشروع اللي قام به حسين العامر العفريت واحمد جلمام، يقول لك انا ما نغنيش على الصالحين. شوفها اليوم نقطه باهيه لين بو، انا نقول لك كل واحد ورايه. انا كيفاش ما نغنيش على الاولياء الصالحين وقت اللي انا مولود في ولايه فيها ولي صالح؟ هو اسمه ولي صالح، أنا مصلح، إنسان عمل الخير وعمل الباهي وقرى الناس وعلم الناس وكذا وخلالك تراث أنت اليوم تتغنى به، عليه ما نغنيش عليه؟ مراش مين أنا واحد من الناس هذي وهما نحترم رأيهم. إنك تغني، إنك تغني تراث والعزوزية، ما تحسش إنك ما تعملش برشا ريشيرش في تيبة جديدة في لحن جديد، إنك تنجم تاخذ كلام أنا قاعدين خويا، أنا عملنا أغنية جديدة ولحن جديد باش نسمعوها عندكم خويا، وقاعدين توا دخلنا في الاذان مولود جديد نتاعي، اول اغنيه معناها نتاعي انا تاعك انت، معناها خاصه بيا، كلمات، كلمات اخونا والحان اخونا شكري بوزيان، قدم له تحيه بالمناسبه وتشرفت اللي تعاملت معاه، توزيع اخونا سامي المعتوقي. باه شنو اسم الاغنيه؟ صلى على سيدي رسول الله. واضح. باه العنوان انك تاخذ اغنيه وانه شكري بوزيان عمل اغنيه صلي على سيدي النبي وضربت، حاولت تستغل النجاح تاع شكري بوزيان في اللون هذا؟ والله لي أما ها وش عملت أنا؟ أنا قعدت وحدي وقلت شكون اللي عامل غناء في الصوفي معناها ويلحن ويكتب مليح وناجح؟ شكون؟ شكري بوزيان حسب أنا، ما أنا رأيي هكا لقيته عامل حاجة. تقابلت أنا وياه مرة، والله هي رأي جات صدفة، تقابلنا في حفلة خاصة، قعدتنا مع بعضنا شوية، قلت له سي شكري ماذا بيا نتعامل معك وشرفني، قال لي خويا فيك بليزير، قلت له نحبك تعمل لي غناية محلوة هكا مزيانة، قال لي أعطيني شوية وقت في يدي خذا يمكن حكيت شهرين. بعد كلمني في تليفون قال لي تنجم تجيب حذايا للدار باش نسمعك حاجات، والله سمعني برشا حاجات من حاجات عجبتني هذه على الرسول صلى الله عليه وسلم، بون يمكن التيتر معناها يشبه لل، اما والله هاك باش تسمع خويا وتعطيني رايك. يشبه يعني مشيت للجواد الرابح اليوم المختص في ال، اي بالنسبه لي انا، بالنسبه لي انا انسان ناجح في الغناء هذايا في الطريقه هذه، ولو انه فنان معناها بامتياز وتري هو شكري معناها، اما لكن تبارك الله عليه. باش نحكيو على الاغنيه هذه، عندك حضره اسمها حضره اولاد العزوزي، اي هكا ولا وهي فرقتك، وقتاش تكونت الفرقه هذه؟ هذه تكونت مع الوالد عام 89، عام 9 الوالد عمل معناها مجموعه العزوزيه عام 89، هو كان موجود قبل في فرقه كبيره يقودها الشيخ رشيد عباس الله يرحمه وينعمه، معناها رجل معناها فاضل وتلمذنا عليه والوالد كان معاه، فهمتي؟ ومن بعد الوالد خرج معناها وحده عمل مجموعه العزوزيه 88 هكا 89. فرقه كانت معروفه، كانت فرقه كبيره ولا معك كنت ممكن شهدت؟ نرجع لكلامك قبيلي، قلت لي الطرق اللي موجوده في تونس الكل كانوا موجودين، العزوزيه كانت معاهم، لكن مش نقول انا عرفت بها مي، لكن البروز هذا الكبير ما كانش قبل. البروز يرجع الفضل ليك،
والله انا خدمت بلادي، انا ما عندي حتى مزيه. والمشايخ نتاع زغوان كلهم نحييهم، الشيخ رياض المليف ربي خنسميهم خاطر اصحابي واخواتي وكنت معهم انا صغير وهم اكبر مني سن واقدر، الشيخ معاذ شتيبه، الشيخ رياض المليف، الشيخ علي عزوز بواب الله يرحمه، والد نذير الله يرحمه، الشيخ نور الدين كحيل مازال حي زاده ربي يفضله ويطول في عمره، هذاك نشموا عليه في الريحه من المشايخ الكبار، وصوت رهيب جدا 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 ما شاء الله عليه، والشيخ عادل شعبان زاده هذوما كلهم شيخ موجودين في زاويه. اليوم انك انت طورت الفرقه ولت عندها نوعا ما اشعاع وانت وليت نجم كذلك في الاذاعه اليوم وفق. في التلفزه هذا صار بعد 2017 ولا قبل 2017؟ خاطر صار بعد 2014 صار اول مشاركه لي جات في قناه الحوار في دليل كملك هي 2014، من غاديك بدات الانطلاق، لكن الـ 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 الاسهم طلعت الفلاش اللي هو 2017 معناها بعد سنين بوليميك اللي صارت على الربح نتاع المليار واحد معناها فهمتني. لا هو حاجه به انك تعمل فرقه تتغنى بالوسالحين وبالرسول وكذا من فلوس ربحتها في رهان رياضي في رهان يعني في 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 لعبه في حاجه في لعبة حاجه به اللي يعجبك فيه انا ما نعدل على شيء، هذه المسيره والحياه تستمر ولا بس. قل انت ربي هبط البركه في الحمد لله الحمد لله الحمد لله. اما انت لقتي من غاديك والله معناها تحية القناة الحوار التونسي هذيك ربحت المليار ما نحبش نرجع له خاطر تحكي عليه برشا على البوليميك وعلى حل التحقيقات وخرج كل شيء من رجل الحمد لله ما خرج كل شيء هيك حل التحقيق وجاء العدل المنفذ وعيط وكذا ومثل الحوار وكذا خاطر الامور صارت قانونيه معناها المليار خذيت منه طبعا بشرفت انك طورت الفرقه تخدم انا روحك انا من قبل نخدم يعني نقول لك راهي ساعه الحظ جت مع قناه الحوار انا لكن قبلها هي حتى بثلاث اربع سنين الحمد لله قاعد نبرز قاعد نمشي نتلافز قاعد نخدم كنت تدق في البيبان بيان سور والتو يزمك تدق بيبان ما نستعرش ثم فنانين يقول لك انا ما ندقش الباب لا ندق اذا كان حتى ولا لك ربي انت عليك بالحركه وانا عليك بالبركه في وقت الدارج يقولوا لي اجي للتلفزة ما تجيش حتى خاطر بحذايا ضيف قاعد ما يدقش البيبان قاعد يتفرج شويه من بعيد حتى مش ضيف هو مش ضيف هو انسان ما لازموش يدق البيبان لا بالضبط ما لازموش يدق البيبان خاطر يقول لك نوصل لسخطاء عمر وبالتجربه بالسكسو اللي عندي بالغنيات ما عادش ندق البيبان انت تعيطتي انا ما زلت في بدايتي ولد اخويا لا نحن اولاد ونتشرفوا به يا اخويا نحن اولاد الكل داير يعني انك اليوم تدق البيبان اوكي اما نهار اخر باسمي كذا انتم تعيطوا لي انا ما نجيش باش ندق الباب باش نفرض البرودوي بتاعي انه يتعدى والله كلامك لوجيك هو ما نفش نقول لك حاجه انا طبع في انا طبع حاجه ابيتيود فيها سقيه في القاع ما نتبدلش بالكل ما واذا كان لازم باش ندق البيبان ندق البيبان ما تختارش لا هاك شوف انت هاك تشوف معناها كلمتني قداش من مره قلت لك شي لا ما نجمش جوست خدمه ظروف تاع كي لقيتني ديسبو واش قلت لك خويا ظروف تاع خدمه يشرفني ومره اخرى نعاود لك نكون موجود معك باهي احنا زاده فرحانين نكون بحذانا حضرت اولاد العزوزيه الغناء اليوم في الاغاني الصوفيه تبدل انه قبل نعرفوا اللي ثم برشا مجرد ممكن في الغناء ما كانش ثم برشا ايقاع برشا ريتم اليوم تبدلت حتى من القاعده تبدلت كانت الناس لوطة على في القاعة يقعدوا على الجريل كي كانت البركة بالضبط حتى من القاعدة تبدل كل شيء تبدل وراه واسمعني كل ما ترجع لتالي كل ما تشيخ أكثر كل ما تتقدم الدنيا كل ما تتغير برشا حاجات في تابعنا في أصولنا في ما تولي معناها بالحق قبل كانت المديح والأفكار هي الكل في العزوزية في الحضر بصفة عام معناها في وسط سهرية نتاع ساعة ونص يخدموش معناها بالإيقاع يمكن ربع ساعة بياكلوا مدح وأفكار على الرسول وعن وعلى الدين معناه ما شاء الله لا نرجع للحظره اللي كانوا فيها برشا ربي ونحب زاد نترحم على المرحوم عبد الرحمن خليل زاد ربي يرحم من احسن الاصوات الموجوده في الجمهوريه التونسيه زاد الحظره بعديك شفنا برشا ديفيرسيون وحتى ثم اللي كانوا موجودين في الحظره ثم قدموا عروض وحدهم ولا تسميات للعروض وحدهم احمد جلمان من بعد اللي شفناه من الحظره كذلك الشيخ دغمان اللي من بعد قدم للحظره وحده انتوما الزياره انه هو العرض اللي ولا الكونسيبت اللي جاء بعد الحظره وكان انجح واحد نجم نحكيوا على الزياره ولا لا بيان سور ما كانش اللي ما يحبش يحب ينكر معناها زيارة حاجة ممتازة جدا جدا معناها خدمة كبيرة ومعناها حضور معناها ركحي وموسيقي واللي تحب انت معناها سامي النجمي وزيارة تتشابه بالمناسبة هذه نقدم له تحية ما شاء الله عليه ربي يوفقه ربي سامي النجمي انت وزيارة تشابه في حاجة للزيارة انطلق من سوسة
بدا من سوسه من القروين وانت تنطلق من من ولايته بدا اكزاكتومون بدا بالمدائح والافكار والتراث اللي موجود اللي موجود غادي انت كيف كيف بديت من زغوين تبدا من 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 زغوين ما تنجم تضيف من بعد ثم اضافات بيان سور تصير في غير ميزور لازم فما راهو فما حاجات يفرضهم عليك الجمهور راهو بالحق انت توا باش نخدم انا غدو عرض ونبرف له قبل بجمعتين ثلاثه نجم عامل انا بروجرام نتاع عرض لكن يفرض عليك الجمهور تبدا عامل كومبلي يقول لك يا خويا نحب هكا غنينا هكا ما تنجمش تقول الجمهور لا معناش قلت لك راه الغناء الحضره ما يموتش والزياره عملت كونسيبت باهي برشا يعني علاقتك طيبه بسامي النجمي بدغمان ثم علاقة علاقتي بالناس كل طيبه الحمد لله ما عندكمش مشاكل الحمد لله اش بك تضحك الحمد لله خدك لاباس معناها الحمد لله والله الحمد لله ما كومش في منافسه علاش منافسه الواحد يخدم على حييهم الناس كل الرجال الحضره نتاع الجمهوريه التونسيه كل نحييهم بزرت البنغردي عندنا فيديو ما نعرفش كان حاضر في الريجي هاي فنجموا نتفرجوا فيه كان الفيديو حاضر ليك انت محمد نحن الحاجه مش جديده اما الحاجه اللي باش نتبعوها اكثريه واللي باش نخدموا عليها في الـ في الـ في السبيكتاكل هذايا ولا في العرض هذايا اللي في مهرجان الروحيات اكثر باش يكون اكثر عرض سكري يعني باش نقولوا شويه من صريده المولد النبوي الشريف المراحل اللي تعدى بها الرسول عليه الصلاه والسلام في المولد نتاعو السجعه المناوي مو خاطر اللي موت كنيك ما بتعرف لازم نكون بسيط شوي يعني في المقامات المعينه وديما حضرت رجال تونس الحاجه الممتازه فيها انه تتاقلم مع الكونسيبت نتاع المهرجان اللي باش نكونوا فيه فهمت هذاك علاش واضح خليل دونك حضرت رجال تونس كي تمشي للنفطه تسمى زياره ما تنجمش تسمى زيارة على خاطر زيارة عندهم جو آخر ونحترموا برشا وخدمة ممتازة على الأخر مش كيما وي مش كيما برشا فرق أخرين دخلاء حتى ما بين قوسين ولا ما بين ظفرين كيما شكون كيما برشا كيما العزوزية كيما برشا فرق قاعدين سميهم دخلاء أي دخلاء على الميدان خليني بابا نحكيها معني فضلك دخلاء على الميدان ونعرف شو قاعد نقول أنت وعزو زيدك دخلاء على الميدان حسب خليل دغمان والله الموضوع مش على روحه نزال جاوبته انا في تلفزة اخرى مش هو معناها الباساج هذا راديو فما باساج اخر في تيلي زاد وقت تكلمت انا باساج راديو وسمعته علاش قال انتم دخلاء وقال انا قاري موسيقى ونفهم نعم هو قال انا قاري موسيقى ونفهم انتم ربي يوفقه ربي ينجحه وربي يفضله والده شيخ كبير وعظيم ولا بالحق انا قلت له ديجا انا كي معناها اخذت حق الرد قلت له كان انقذني الوالد انا ما نتكلمش بكل نحبه ولا نكره الراجل عنده 40 سنه في الدومين وموا عبد كبير نسمع منه كي يقول لي راك ناقص في هذه وباهي في هذه وخايب في هذه نسمع اما انا برس كانوية فرد عمر معناها ولكن رغم ذي كل تقابلنا في صالحته قابلنا في مكان خاص لقيته موجود جاني هو معناه حقيقة ويسمع فيه معناه يتفرج قدم له تحية بالمناسبة عفى الله وعما سلف قال لي بالضبط هكا بالحرفة قال لي يا صافي يا لبن قلت له حليبي اشتكى اش كان يقصد كي قارن توما دخلاء والله اش اقول لك يا اخوي شو نزار تعب نعاود لا نحب نعرف شو معناه دخيل انا دخيل يعني انت مش قاري موسيقى انا مانيش قاري تكوين عصامي ممكن هذا اللي حاب يقوله هو يحب يقول قالك دخلي دخيل انا تولد في الموسيقى انا الوالد نتاعي عام 76 وعام 70 كان يغني قدام بورقيبه في القصر في زغوين بورقيبه عنده قصر في زغوين الوالد ثلاثه اوت يمشي لبورقيبه بفرقته مع فرقه العزوزيه الوالد عمل نجوم الغد عام 70 غنى جالول بالحق ما انا تولد في الفن ما نحبش عمري ما حكيت الحديث هذا عصامي علاش ما مشيتش قريت؟ علاش قعدت عصامي علاش ما قريتش موزيك؟ نقول لك حاجه الحذره تتعدى في وسطها من غير ما تتلفت باش تمشي الكونسرفاتوار اما التكوين الاكاديمي عنده زاد بيان سور لا معاك عنده دور معاك بيان سور عنده دور كبير عنده دور كبير اما رغم ذي كل هني انا توا ما شاء الله والحمد لله ويا ربي يوفقني وان شاء الله الناس كل معناها تنسج على نفس المنوال ما هني ما نتكلم في حتى حد هاني كيف خير يشري ونخدم على روحي دبلوماسي على الاخر تحب علاقتك بيا حبيبات نحب الناس كل ما تنقد حد ما ننقد حد
حتى اللي يخدم ربي معه واللي غلط ربي يوفقه باش مره جايه ما عادش يغلط واللي باهي ان شاء الله ربي يزيده بهاو اكثر من هكا. نسمع اغنيتك الجديده جبت انا بلاي باك. اي خويا اصلي على سيدي رسول الله. سيدي مش سيدي نبي. لا لا صلى على سيدي رسول الله. تحيه ليك. تحيه ليك ولدي يعيش. صلى على سيدي رسول الله، صلى على سيدي حبيب الله بدر التمام سيدي عليه السلام سيدي بدر التمام سيدي عليه السلام سيدي. صلى على الهادي يا خلق الله، صلى على سيدي رسول الله، صلى على سيدي حبيب الله، صلى على سيدي رسول الله، صلى على يعطيك الصحة محمد فريد العز وزي مزينة الأغنية وإن شاء الله تلقى نجاح ما تشبهش الأخرى هذه ما تشبهش هيك سمعت خويا خليك باش نعطيك أسامي مدن أو أسماء أولياء صالحين ولازم على كل مدينة ولي صالح تعطيني مقطع صغير. حاضر حاضر خويا نمشيو للكيف. الكيف نجم على الفرقة كان عندك الكيف شنو سمعنا حجم الكيف ولا نعرف انا ولي سيدي بو مخلوف اما ما غنيه كافيه تعرف غنيه كافيه ولا هذا بو مخلوف اما قلت تعرفش على بو مخلوف غنيه من الكيف على الاقل غنيه من الكيف زعيونك هكا جوكروا كافيه زعيون من التراث التونسي غنيه مثال مش مشكل تتغنى في الكيف والله ما نحفظهاش باهي اعطينا شويه انا راني خويا حضر الوتري معناها هز عيونك راهم شاب
شابوا فيا راهم شابوا فيا هز عيونك راهم شابوا فيا بركة يا نخيا تحية الأهل الكيف نمشي أم الزين الجملي قل لي ما نعرف تحية لسوحلية يا أخوي أم الزين الجملي بالك تنساني وانا ما ننساك بالك تنساني وانا ما ننساك بالك تنساني وانا ما ننساك عن طول زماني نادى على ام الزين سفاقس الله الله يا بابا وسلام عليك يا بابا الله الله يا بابا وسلام عليك يا بابا الله الله يا بابا وسلام عليك يا بابا سيدي منصور يا بابا ونشيه نزور يا بابا سيدي منصور يا بابا ونشيه نزور الله الله يا بابا وسلام عليك يا بابا يا موكسي يا موكسي يا موكسي ناسك حضر ودي وين يا موكسي يلا يا موكسي يا موكسي ناسك حضر ودي وين تمشيوا البلاصة موجودة في تونس الكبرى قريبة هكا وانت ماشي من تونس وماشي مجاز الباب ثم دور على اليمين سيدي علي الحطاب بارك الله عليك سيدي علي الحطاب سيدي علي الحطاب لا اله الا الله سيدنا محمد رسول الله سيدي علي الحطاب حصيلة تحصيلة من ذاك بحالة من ذاك بحالة ينادي عالشيخ بودي ربالة فحلي الرجالة أم سيدي الشمالية سيدي عبد القادر صغر تعرف بلدية ثم اسم مدهولي محمد بن رابح مسعود الهذيلي يهذيلي يا مسعود ليلي لا را 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 ركب على الحمراء فرجة مجدود يو فرجة مجدود ركب على الحمراء فرجة مجدود يا ذيلي يا مسعود يا ذيلي يا مسعود اطلع وفي مش تمشي محمد تو عندك جائزة من هذا الفريق في مش تمشي وحسب رأيك تو ها سيدة بارك الله يا لله جايتك بتخيل تنفضك يا شرعية تعطي السنشق والجندين ومعويشة المنوبية يا لله جايتك بتخيل تنفضك يا شرعية تعطي السنشق والجندين ومعويشة المنوبية يا لله ونقول لك لله تنفضك يا شرعية والباب المكفول تحله تنفضك يا شرعية هي أمي وأنا وليدها وقل عندي أمي البيا أنا جايتك بمحمد صغرك تاع المنوبية صح تخمر يا محمد تخمر شيخ اسوا فيسع جبد البندير الاخر شيخ خويا عم خساره قابرت مش مشكله خويا عدنا الكوين انا وعدنا الدنيا الكل محلاه الشيخه مع الموزيكا التونسيه ما تغشش انت كي برشا فنانين انه الاذاعات ما تعديش برشا فن تونسي معضله تعاني منها تونس كل خساره والله يخسر والله يخسر عندنا ما شاء الله برشا برودوي وعندنا برشا ناس تغني وتقول وما نظهر معاهم حتى شيء والله هكا نظهر نكتة في البحر ما شاء الله عنا أسامي كبيرة الله غالب علاش المشكلة وين المشكلة وين خطر البرا فما ماكينة راهو مش مشكلة في الإذاعات التوانسرة عندي أنا مش مشكلتي الإذاعات خطر البرا شبيه هو يغني يولي في تونس يغني
لكن اللي يغني عنده ماكينه واللي يغني بلاش في تونس بلا ماكينه. عندنا غنايات ميزانيه في تونس بالقدر الكافي انهم يمليوا الاذاعات من الصباح لليل. نسالك سؤال، احنا بحذنا فنان كبير عامل اكثر من 500 غناية، عنده غناء 130 ما شاء الله 20 سكسي هكا ولا ما شاء الله معناها معناها يا اخويا اعطيني اعطيني دار فرح ولا دار ما يتغنيش بغناء نتاع الفنان الشعبي الكبير معناها اللي شرفنا بحضوره اليوم. بالحق عندك لطفي بوشناق، انت شبحت خيالك شويه تخبها بالحق، راه غناء كيما غناء اللي عملها لطفي بوشناق. اما المسلسل عاونها الغناء برشا، لازم لطفي بوشناق بالله عاونها زاد، عنده غناء ناجح ما شاء الله في ما عنده غنايات زاد مش معروفين لطفي بوشناق، عمل برشا غنايات متعداوش في الاذاعات. لا 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 مجوريتين كيفاش بالقدر الكافي. لا 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 انت ما قدرتش تسميها يعني بتاعت تغلط يعني ديما تلقى غنايات ماخذين حظهم اكثر من غنايات اخرى. هوني تقصير الاعلام انه هذه عادي عادي ساعه ثم غنايه لازم برشا برشا فنانين في تونس. كريم شعيب شويه، الله يرحمه حسن الدهماني شويه، هاي اللي عرفنا قيمته بعد ما توفى. نجاة عطيه شويه، ايمن لسيق تبارك الله يغني يغني بيان بيان، غازي العيادي، انيس مثلا هاون نعطيك انا على سبيل المثال، انيس غازي العيادي وايمن لسيق عملوا اغنيه ياسر روعه ما تعديش ديما في الراديوات من اللون، تعديت في التلفزيون شويه من اللون شويه كذا. انا حليت على على سبيل الذكر في داري زابي بالكوموند نلقاها في شان مصري يا اخوي ما نجمش نسميها، نلقى الغنايه وفي بلادنا ما تتعداش، والله عامله سكسي شيء كبير لبرا سيدي، غنايه ممتازه على الاخر، تلحين وكلمات جكروا غازي ما شاء الله غنايه. انا هذه تكلمت قلت له غازي هذه غنيه الحظ معناها الكبيره اللي باش تضرب السنه، والله غنايه علاش ما تتعداش في الراديوات في تونس؟ الحل يعني الحل في الماكينه، في الماكينه برا فما ماكينه اخوي اللي ماهيش موجود وتغني راهو والله والله لا يجوا حتى شيء قدام التوانسه، والله عندنا ناس تطير تيران في تونس. الله غالب الله غالب، واحد يلقى نقصتنا الماكينه. حتى اليوم عندنا شركه انتاج وحيده يظهر مع الفنانين سينا لازمك تصرف في تونس ذراعك يا عليف جبتها بذراعك جبتها ما يجي حد يعاونك والله بالحق، هذيك هي تونس وتلك حدود الله وتلك حدود الله. تلك حدود الله. قل لي شنو الدات اللي عندك الجايين؟ ثم ديدات قلت لي بكري مازلت ما تعرفش في المعروضه لا مازال بورتون وزاره الثقافه قالت انه جوست لكن مازالوا عاد باش يتو باش يسيبوا معناها للمديرين المهرجانات وباش تبدا تو تخدموا فما ميزانيات باش تتصب. توحشت الركح توحشت السبكتاكل ماشي فما واحد حاجه كيما هذه شبيك الركح والجمهور هو كل خويا هو اللي طلع هو اللي يهبط وحتى فنان ما عنده راس ماله كان جمهوره يكتب عليك كان وي اخي عندك ديفان فما خويا عادي 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 فما خويا عندي باج معناها عندي ناس تحبني تتبع فيه. لا لا ما يهمنيش الباج فعندك فان اللي مغروم بيك ويتبعوك اي فما فما والله فما والله فما بالكدا بالكدا الحمد لله. اي واحد يعني يخرج ويشوف محبه الناس هكا الحمد لله يا ربي معناها حاجه خاطر اللي فان في تونس بالفنانين اللي يغنيوا هكا الغشاوي الصوفي ممكن مش برشا. لا والله موجود كان تشوف في السبكتاكل معناها كي تعمل دي سبكتاكل كبار في رمضان وسيرتو في معناها في شهر الفضيل هذاك اللي الناس تحب معناها فيه الحرجه الحضره برشا ما عندك حتى فكره. ممكن تساعدك التخمير انك تخمر الناس والله جماعه الحمايه مساكن يخرجوا في العباد والله تحيه لهم والله مساكن اللي هذه داخل وخرجينا يا اخوي فرحان برشا اللي كنت يعيش والله وكان تشوف انا بالحق الوقت تعدى والله ربي يخليك وانا وانا فرحان ياسر ياسر وشرف لي اللي جيت بحذاك شرف لي نحن. ان شاء الله على قريب عندي ان شاء الله أغنية جديدة باش تكون مع اسم كبير برشا برشا في تونس وشرفني إن شاء الله. ما تحبش تقول؟ لا لا ما نقول إلا ما تولي حاجة أوفيسيال، أما إن شاء الله إن شاء الله يا ربي يتممها على خير. اسم كبير برشا في تونس تنظيف لمسيرتي أنا حاجة اسم معناها بالحق توب دو توب إن شاء الله. نحب نحب نكملها بالغناء أي خويا باش باش نخدم هوني. أنت إيش تحب تسمع خويا؟ أنت اللي تحب أنت اللي تحب نعمل يا محمد يا جد الحسني كيما تحب حسين صح. صلي على سيد الخلق الخلق يا ناس محمد محمد زين الرسالة من صلى على سيد النبي يا ناس
يا ناس ما صلى على سيد النبي أنا يا ناس يفرج الله فرج الله الله حاله يا محمد جد الحسنين سندك بالصحابة اشفع فينا يا نور العين يا محمد يا جد الحسنين سندك بالصحابة اشفع فينا يا نور العين عليك صلى سلام عليك صلى سلام كل حين اشفع اشفع فينا يا نور العين يا محمد يا جد الحسنين سلتك بالصحاب اشفع فينا يا نور العين يا سيدي هجت اشواقي يا سيدي هجت اشواقي وبكارك هم رفاقي وذكرك وما رفاقي يا معدن الرشد والأخلاقي والحق المبين اشفع اشفع فينا يا نور العين يا محمد يا جد الحسنين سألتك بالصحاب اشفع فينا يا نور العين الحين قامت تطلب يا ربي جود عليا وانت نبينا محمد احمد خير البرية ليك الحمد يا مولاي خمسة ناسا ولا سوية يا امنا بشراكي جل الذي اعطى حمليكي بمحمد رب السماء ناكي لي حمليكي بمحمد رب السماء ناكي شعبان شهر فاني والنور منه فاني محمد العدناني خاتم الأنبياء صلوا عليها اخواني على صفوات الرحمن يا امنا بشراكي والله جل الذي اعطاكي لي حملك بمحمد رب السماء ناكي لي حملك بمحمد رب السماء ناكي